مرحبا بكم. اليوم سوف نتحدث عن قصة حدثت في إحدى القرى في روسيا عن سيدة عجوز قامت بتربية كلب بيت بول عثرت عليه في الشارع، وما حدث بعدها فاجأ الجميع. انتشرت تلك القصة بصورة كبيرة على الإنترنت، وهذا يؤكد على أنها قصة حقيقية. شاهد هذا المقطع وأؤكد لك أنك ستندهش من تلك القصة. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بأعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. كانت هناك سيدة عجوز تدعى إليزابيث تعيش في إحدى القرى، ومع بداية أسبوع جديد سمعت إليزابيث أحاديث البعض والتي كانت تدور عن وجود حيوان مفترس يجول في المكان ولا يستطيع أحد الاقتراب منها. لكن السيدة العجوز لم تخش من تلك الأحاديث، فقد كانت تملك قلبا طيبا، ولذلك قررت أنها إذا وجدت ذلك الحيوان المفترس الذي يتحدث عنه الجميع سوف تساعده وتهتم به. وفي رابع يوم دخلت السيدة إلى المتجر لشراء ما تحتاجه، وعلى الفور قابلت ذلك الحيوان. وقد كان شكل ذلك الحيوان غريبا جدا، وقد كان يشعر بالبرد الشديد. وعندما رأته السيدة العجوز تساءلت من أين أتى ذلك الحيوان، فهي لم ترى مثل ذلك الحيوان طوال حياتها. وتساءل كم من الوقت ظل يجري ذلك الكلب، وكم من الوقت ظل بدون طعام. وفي النهاية قررت العجوز أخذ ذلك الكلب إلى منزلها. وهي ذاهبة إلى المنزل قابلتها إحدى جارتها، والتي قالت للعجوز ستكونين في خطر مع ذلك الكلب، فعليك إبقاءه في الشارع بعيدا عنك. لكن تلك السيدة لم تهتم لكلام جارتها، وقالت إذا ظل ذلك الكلب في الشارع لأسبوع آخر سيموت بالتأكيد من الجوع، ولأن لا أحد يرغب في الاقتراب منها ومساعدته. وعندما وصلت إلى منزلها قدمت للكلب الطعام وفرشت له غطاء لينام ويرتاح عليها. مر على ذلك الحال 5 أيام، وبدأت العجوز تحكي ما حدث معها، وأن ذلك الكلب لطيف جدا ولا يفعل شيء. وكذلك دعت الجميع لزيارتها في منزلها لرؤيتها مع الكلب، لكنهم رفضوا الحضور. مرت عدة أسابيع وبدأ الكلب يشعر بالتحسن، ولم يعد يحتاج إلى البقاء بداخل المنزل. وكان لدى إليزابيث أولادا، ولكنهم عندما كبروا استقلوا بعيدا عنها وأصبحوا نادرا ما يأتوا لزيارتها، ولذلك أصبح الكلب ابنها الجديد. وكذلك أطلقت عليه اسم باس، ذلك لأنه كان يتمتع بصوت قوي. وفي كل ليلة عندما كانت العجوز تجلس على الكرسي وتحكي لباس قصة حياتها، وقد كان يجلس باس بجانبها ويستمع إليها جيدا لكل شيء كانت تقوله. وفي منتصف الشهر قررت العجوز الذهاب إلى النهر الموجود بجانب منزلها لتغسل ثيابها. عندما كانت بداخل الماء انزلقت من على الصخور، وفي لحظة سقطت داخل الماء. بدأ الماء يسحبها، وذلك الأمر الذي جعل الموقف يزداد سوءا هي أنها لم تكن تعرف السباحة. بدأت السيدة في الصياح طلبا للمساعدة، ولكن لم يأتي أحد لينقذها. في ذلك الوقت سمع باس صوت صياحها، وبدأ بالجري بداخل فناء المنزل يريد أن يخرج، وفجأة خرج باس من المنزل. اتجه بسرعة كبيرة إلى النهر حتى رأى إليزابيث وهي تستغيث، وبفضل قوة باس استطاع اختراق تيار الماء الشديد حتى وصل إلى إليزابيث. أمسك بها وبدأ في سحبها للخارج حتى وصل بها إلى الشاطئ. كل هذا وهو يواجه تيار الماء بكل قوته. وفي النهاية تم إنقاذ تلك العجوز. كل ذلك الفضل يرجع إلى باس. في ذلك الوقت بدأ أحد الجيران بالاقتراب بحذر من إليزابيث. هذا الشخص كان بالفعل سمع صوت صياح إليزابيث، ولكنه لم يستطع الدخول، وذلك لأن الباب كان مغلقا، والأمر الوحيد الذي خطر في باله هو أن الكلب قد هجم عليها وقام بإيذائها. ولكنه عندما دخل رأى عكس ذلك تماما، وهو أن الكلب هو من أنقذ حياتها. وقال لها يجب أن نحكي للجميع ما حدث ونفسر لهم أن ذلك الكلب ليس بحيوان مفترس، بل هو الملاك الحارس، فقد أنقذ حياتك ويمكن أن ينقذ حياتي في المرة القادمة. وقال لها هذا بفضل طيبة قلبك وعنايتك به. ابتسمت السيدة بعد سماعها ذلك الكلام، ونظرت بكل حب إلى منقذها الشجاع والذي عاد يلعب ويجري مرة أخرى، ولم يعلم أنه أصبح بطل هذه القرية. هذا ما يفعله الحب، فقد قام بإنقاذ حياتها بعدما قام بإطعامه والاعتناء به، خلاف الأشخاص الآخرين الذين رفضوا مساعدته وابتعدوا عنها.
وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما رأيكم في هذه القصة؟ شاركونا بأرائكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.